اليوم إن شاء الله الثلاثاء الموافق 24/8/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن. اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس 2021 تم وصول الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 4 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 36 طنا. إنه في يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021 تم وصول الرسالة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 28 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. تستقبل مديرية أوقاف القليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021 الدفعة الثامنة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، ليصل إجمالي ما تسلمته المديرية حتى الآن 28 طن. تسلمنا بفضل الله تعالى اليوم عدد 4 طن من لحوم الأضاحي المهداة من وزارة الأوقاف إلى محافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، ليكون عدد ما تسلمناه من تلك اللحوم 22 طن. وصل اليوم 24/8 إلى مديرية أوقاف شمال سيناء الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي.